ايه معلم فخري تفضل. قلب اصلان انور مو هون، ارهان جولماز بيمشي حاله. اخي اللي بتلاقوه جيبوه. انتو هلأ بالمعرض؟ اخي لا تجوا لهون، روحوا على المزرعة وبلحقكم. إيه انت وجاي اجيب معك اكل، نحن جوعانين. معلم كان لازم ننتظر انور، بركي كمان بيجي. ما قلت اني جوعان كتير يا فهمان؟ مثل ما بدك. ماشي معلم. انت متوتر من الجوع شي؟ لك شو بكون لسه بتقولولي متوتر؟ امشي. هونال ليش طالب الاجتماع يا أوزر؟ ما عاد عم يقلي شو اللي بده إياه ولا حتى ليش يا ريس خضر. معناتها الاجتماع مشان يطلب الموافقة على موتك. من قبل كنت مفكر نفس الشي، بس اتصلت بأوزكان وما قدرت أوصل له. معنى الحكي إنه بده يصوت على موته هو، وهداك احتمال يكون هرب. شو معناتها هرب؟ شو يعني يهرب؟ برأيك أنا ليش ما عم أقدر أوصل له لأوزكان؟ أنا ما حكيت؟ أخي أنا سبق وقلت لك، وقت اللي طلع من عند صالح جولماز كان لازم إلكارو أتشي أوصوه براسه. مدامك أنت شفته طالع من هنيك الياس، ليش أنت فوراً ما طلبت الاجتماع؟ يمكن هالشي كان عمل من أوزكان خاين قدام الكل. ما قدرت أتأكد منك يا أوزربيك. يا ترى أنت يلي بعته لهنيك ولا كان في حدا تاني غيرك؟ وإذا في مين هو؟ ما تأكدت. أوزر وين ما هرب أوزكان ومحل ما نقاعد بتلاقوه. مليت من قصة الفار يلي بيهرب والقط يلي بيلحقه. أنت اللي هربته ولا في حدا تاني هربه؟ بالوقت اللي كان بده يزوج ابن أخته من بنتي، شو صار ليهرب؟ جيبه لقدامي حتى أعرف كل هاي الأمور، وأنت بتتخلص من الشك فيك. أول مرة عرفته فيها لأخوك، قصدي عن أنور، قال لي نحن ما مننتهي. قد ما قتلت فينا تأكد إنه ما مننتهي. وأنا عن جد مليت من هالقصة، بظن لازم بقى إنه تنتهوا. أنا ما عندي أي مشكلة معكم. هاي الشغلة بتخصنا أنا وأنتو. أه؟ الكلب أنور حاول إنه يخنقها لمرتي. سمعت شو قلت؟ مرتي. وأنت جاي هلأ عم تقلي إنه ما إلك أي مشكلة معنا بنوب؟ لكن مرتي شو كانت المشكلة تبعها مع عديمين الشرف مثل قانونك؟ ها؟ حكيك كله صحيح. عمي الياس، عمي الياس، ممكن اطلب منك طلب؟ تفضل احكي ابن اخي. واضح انه صديقنا ما بيشبه اخواته التانين. خليه يخبرنا عن مكان انور ونحن بلا ما نقتله. أنا مشكلتي كلها مع أنور. إذا حابب صاحبنا هذا يخبرني وين مكانه هلأ مسامحك فيه. إذا بدك فيك تشله، وإذا بدك فيك تتركه، وإذا حبيت فيك تاخده وتسلمه. ها؟ شو رأيك؟
بس إذا بخبركن عن مكان أنور هو رح يقتلني. سمعتوا؟ شو مفكروا أغبى واحد بيناتكن؟ أحكي ليك يا زكي، وقت رح تخبرني عن مكان أنور شو رح يصير؟ رح يكون أمره انتهى، وهلأ أنا رح أسألك، الكلب رح يموت، فكيف رح يجي ويقتلك؟ يلا شرف جاوبني. وقت اللي أنا طلعت كانوا مع أخي مرسل، قلت لهم خلينا نروح على الجنازة بس ما رضيوا، بابا قايل ما حدا يروح لمكان. بظن لهلأ لساتهم هنيك. حاجتس لي روحنا، قول وين مكانه بقى.